الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. معنا دقري ولا توقل التم من الإيمان قمت نقول الله وني هندو قمت نقول دفتري نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء قمنا دنقال دنقال دفتة تيبنا الإيمان كأسمري نؤمن بأنها كلام الله الله سبحانه وتعالى تكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى ماثل كلام الخلق فلت وندم ان دفت تشيبنا لك الله وول ان دفتهم الله نو وولاي كون نو هانير وولير دنون هل على نا ان ما كونغول الله ناندا اي كونغول تاغو تاغونغو وانها منزله لا مخلوقه اند وندم ان دفت كاري كو تشيبنا كو هوري ييمبه دي تشيبنا وان الله سبحانه وتعالى انزل مع كل رسول كتاب الله فلت ان قال وندم الله وان تشيبني امور وندو دي كلا أنا بايو دفتري. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها. فلتن قمتن وندم قال الله أن سيفي سيفاني إمر أن دفتري تشيبني لو يتي إلا مجي. القرآن. وندم نجا مجي القرآن. والتوراة. كان يوم دفتري تشيبني نجا من التوراة. والإنجيل. نجا دفتري تشيبني على الإنجيل. والزبور. كان يوم نجا دفتري تشيبني على الزبور. وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. كان يوم نجا دفتري تشيبني على صوف إبراهيم كان يوم موسى ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أخبارها وأحكامها وأن القرآن ناسخ لهذه الكتب فلتن قمتن ان كاري وان دي ما دي دفتدو نياوه دي كوني مورو قمتن ان ان فاب كاري ما كهم بتاري دي دفتدو وان دي ما نون قرآن نون ريوي نياوه دي فاب فلا نطالع هذه الكتب وأن المطالع القرآن والسنة والله أعلم دين دفت وان دي لون دين وان جراهي دين دارة هان كاري كوان نون قواتو انجينا نو مجيكم فو نو ان قرآن جون قرآن وانيكو يامرين ان قرآن وانيكو جانجتينكم